اليوجا دايما بنسمع ان هي رياضه، رغم ان الناس تقول لك ايه الرياضه في ان انا اقعد واقفل عيني واعمل ايدي كده، بس لا، الموضوع اكبر من كده واعمق من كده، وليها كمان حاجه ليها علاقه بالتنفس. خلينا نفهم منك اكتر. بص، ما هو الفيلم بتاع زمان بتاع اليوجا اللي كانوا يقعدوا فيه كده بالظبط، هو اللي بوظ سمعه اليوجا. هو مبدئيا هو اليوجا مش ان احنا نقعد كده بس، يعني هو زمان قوي اول ما اليوجا ابتدت كانت ان اليوجا هي مديتيشن، تمارين تامل علشان تريح الروح السول بتاعتنا. بعدين بعد كده هم قالوا طب ما احنا كده قاعدين بنشتغل على الروح بتاعتنا ومش بنشتغل على الجسد اللي هو المعبد اللي فيه الروح. وهنا ابتدت حركات اليوجا بقت مش بقت اكتر من مجرد قعدات تامل. فعامه اليوجا كلها استرخائيه، يعني ده الهدف منها. عشان كده دكاتره كتير قوي بتكتب عن بتتكلم عن طول للناس بتوعها لازم يعملوا يوجا. قعدت افكر كتير قوي، انا اتعلمت يعني خدت يوجا في الهند وخدت في بالي. في الهند وبالي دول اساس اليوجا اصلا، دول اساس اليوجا. وخدت بقى بعد كده اليوجا العلاجيه في هولندا، فلقيت ان هم مختلفين شويه عن بعض، بس الاثنين مجتمعين على نقطه واحده انها لازم تبقى استرخائيه. بعد كده الموضوع بقى اكتر قلب رياضه شويه، بس هو الهدف منها مش رياضه، هي رياضه ذهنيه نقدر نقول اكتر ما منها يعني اكتر روحيه. هي لازم تعمل لينك، يعني لازم ابقى انا بعمل لينك من نفسي وجسمي وراحتي النفسيه، يعني لازم الثلاثه يبقوا مع بعض. اوكي. فاللي احنا بنحاول نعمله ان احنا واحنا بنعمل اي حركه يوجا بناخد نفس عميق جدا داخل وبنطلعه بالراحه قوي كله من المناخير، اللي هو على 5 مرات تقريبا على حسب طول النفس. يعني ممكن ناخد، لو انا هاخد النفس في 3 عدات احاول اطلعه في 6 عدات. دايما نقول بندي اكتر من البق خالص، من المناخير اكتر، لان فتحات المناخير تبقى ضيقه. فالهواء، فاكر لما خدنا زمان في العلوم اللي هو بناخد الهواء من المناخير عشان شعر يدفي الهواء وهو داخل للرئه، وبعدين بنطلع تاني علشان ننقي الشعيرات بتاعتنا. فاللي احنا بنعمله في اليوجا ان انا بعمل حركه سواء تويست او بفتح اي حركه في حركات اليوجا لازم اخد معاها نفس جامد جدا واطلع النفس بالراحه قوي. اوكي. فده كله بيشتغل على الجهاز العصبي. مجرد فاكره زمان كان يقولوا لنا خد نفس كده واهدى، هي خد نفس، يعني خلينا ناخد وقت ونتنفس. يعني في نفس الوقت بدي احس بجسمي بقى. بس